قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الضوامة إذا كوا حد قد بيو إسرافك وحال إذا هذا دنبي معها طوان معها ضد دنوب آذو تربضا قف قلي طوان بقول دنبي كن دنبي ما أنت قف قلي إسراف كبط بدس واي لا تغنضوا من رحمة الله. نحرس العكاق وصنينا إن الله يغفر الذنوب جميعا إلهي الذنوب تقرنا ورافع وحكالو قال الله تبارك وتعالى أصغو أن ضدك أوعي أويري والله يريد أن يتوب عليكم الله وحربا إنه إذا كتب أقبله عجيب وعيدا وحالي له ذا صدح الرماد بطوبة كوريكسن هذا صدح ذا شيء أن لهلين توبة مجرد كو قلبك إن أو إلهي كسور رضو إنها توبة كانت سو مؤقت إن إلهي وقلبك درينسي إنها توبة كانت وأن حريص إلى حق سكتم وحالي يعب آيات القرآن كأه وإلهي وكله النبي آدم مركو كل عيقيت كي أعني أيا ألا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه آدم وحو الله كلا كل مي كلمات معنا وحالي وحوي إلهي بقى قلبي يسو حق لي أو براي سو توبة كان لها مركزو توبة كان مركزو كتوبة أقبال مركا إن قلبي قاق إلهي قلي الدم ببعن قلي وأن سمي وأن توبة كان يا ونعمة إلهي بحيو مد الله بعد إن أذوق مركز قوان كاقادة التوبة دي فعل أسميشد أو تهديد إلهي ودنبك يقنقف قلبك نعاد كقو عن سطئ إن هذا كنا قلنا أستغفر الله وأتوب إليه وجانب كلا وأذيك كحرا جانب كصدحات الله بكحرا يا هاي أو الله التوبة دو أقبله ولما التوبة وقال إلهي كلية ضدك إن التوبة كانت ما أمره وحليه هدا التوبة كانتان وأن إذا كأقبله يا مركا وحان سويدينينا وأي قفك للرواء إنه التوبة كانوا وحاذا قلت قفك استقوى النقامي ذا دنوب وليه أنا قدنبي بعن ليه أدي قدنبي بعن ليه هبل دنبي بوليه هبلاي الدنبي بعن ليه دنوب تهذا مركا أتفيرسو وحي أقب سمان دنوب ووين أولي هذا كبائر الدنوب إيه الدنبي يريرا إنت بوان لنا بن آدم وخطاء وحواجب كوة سيدة الصلاة إن تكتا أي واجب كوغوتها إن التوبات كانت أود إلهي أولابطو هذا الارتقاف إصلاحي أنو دم بمليه ومتوبات كان أيو قفك الدنوب تعكبتتي أغو ناي محمد التوبات كان جري صلى الله عليه وسلم مركا هرتا آن أغانو قفك استوء نغمدا وحا واجب خصب أكوة إنو التوبات كان إن وحان ليابي صحابة النبي مركا في رسق شوين كودي صلى الله عليه وسلم وحالك سقفك هل دم بمركو قلو وسيحان وايا وهرسان وايا انتضب عن وايا أصغر أن وقرعنا والولايا لبعت وين بغفة كم وقنيس وحد في رسان نين لي إمام مسلم البخاري بوحي وريين الحديث صحيح متفق عليه وحديثك نين لي هذا ماعز ابن مالك أي النبي قيمد صلى الله عليه وسلم مركزو يا رسول كإله يو إطاهري يا رسول طهرني سوق إطاهري نبي حكوي صلى الله عليه وسلم أرد ارجع فاستغفر الله وتوب إليه أرد لعبه وإله التوبة كان ودم الله فويدس حق أبو بحي وصلى الله عليه يا رسول الله طهرني سوق إطاهري نبي حكوي أرد بح وإله دم الله فويدس التوبة كان حدنا وصول لابتي نبي حي صلى الله عليه وسلم ويحكى ارجع وربلاي يكون عضي أرض لابو وهذا العنان عمل وإلهي فاستغفر الله إلهي الدم الأف ويدسو وطوبة كان مركي أفراد وصول لابتي مركي سوي رسولك إلهي وإطاهري سوي فيما أطهرك محان كا طاهرة محان كا لقاء وضرتائنا كا طاهري مركي سوي من الزنا زنو زنا كدعي وو زينيستي فيري وسيحان وايي وهرسان وايي وفدين وايي الا اولي رسولك الله اطاهري وهذا ذكرت انغا قفكه زينيسانيه قفكه خمرده عبيه قفكه توغده ددك حديا قفكه قرابده غوينيه قفكه افحمده بدن قفكه ددك حمانيا قفكه ددك اسكو ديرديريا قفكه ريبده قادنيا وحا سو دن وا دروب كبائر اوي
innaga waxa dhici karta Soomaalida inay wax weyn nala tahay dunuubta qaar kood kuwa kalena wax yar nala yihiin marka qofku inuu laaluf qaato ama ribo cuno ama dad caayo ama xanto ama wax isdaba mariyo ama qaraabada gooyo ama waalidka caasiyo wax weyn lama aha laakiin in khamr la cabo ama doofaar la cuno ama la zinaysto wax weyn waay waxaad fiirsaa sida doofaarka iyo khamrada iyo zinadu u weyn yihiin oo kalaba ay u weyn tahay ribada iyo tuugnimada iyo xaraanta oo la cuno iyo maxaan ku dhahaa shaqada xaraanta laga shaqeeyo iyo cibaadaadka oo laga tago iyo waalidka la aasaasi u weyn yihiin marka saxaabiga waxaa gubaya zinadii u galay sababta iimaankiisa xoog badan markaasuu nabigu wuxuu sallallahu calayhi wasallam abihi junuun wadinkan ma waalan yahay waxay dhaheen rasuulka ilaahayow wax waali ah kuma ogin nabigu wuxuu yihi ma khamraad cabtay wuxuu yihi rasuulka ilaah khamra ma cabin ma zinaysatay markaasuu yihi haa waan zinaystay markaasuu nabigu wuxuu yihi xadi ha laga ooga ninkii waa la rijmiyey xaddi baa laga oogay marka xadda laga oogay dadkii labay u qaybsameen qola waxay dhaheen wuu ninkani way lacnadeen way caayeen way habaareen waxay dhaheen axaatatu khati'atuhu dembigiisii baa ka tira badiyey oo halaagay bay dhaheen dhibaato mushkilu galay bay dhaheen qolana waxay dhaheen maa tawbatun calaa wajhi alardi afdalu min tawbati maacizin an jaa'a wa wadaca yadahu fi yadi rasuulilahi sala allahu alayi wasalam wa qaala iqtulni waxay dhaheen tawbad ka fiican midda maacis ma jirta adduunkaba ninka yimid ee gacantiisa nebiga gacanta u saaray ee rasuulka ilaahayow idil oo idaahiri yidhi wax ka fiican ma jiraan dadkii markay isku khilaafeen maalin laba beri saddex beri bay saas ahaayeen nebiga u yimid sala allahu alayi wasalam waxaa la yihi maalintii saddexaad mise maalintii labaad midkood iyagoo fadhiya wuu fadhiistay markaasuu wuxuu yihi istakfiruu limaacizin maaciz dembi dhaaf ilaahay u weydiiya kasay dhaheen maaciz ilaahay u dembi dhaaf fiiri dadkan dembi dhaafka keliya maana xataa kuwii xantay oo maaciz wax ka sheegayey waa la canaantay ogow markaasuu nabigu wuxuu yihi sala allahu alayi wasalam laqad taaba tawbatan law qusimat bayna ummatin la wasicathum wuxuu tawbad keenay tawbad haddii ummad dhan loo qaybiyo ku filaan lahayd tawbad keenay ikhwaani waxaad fiirisaan tawbada aad maqlaysid waa qofku inuu qalbiga ka gubto oo uu dembigii naco oo uu dhibsado oo uu ka dhex baxo oo ilaahay uu u laabto oo dembi dhaaf u weydiisto adoo dembigii ku dhex jira haddaad maanta hore astakfirullahda ku haysid oo dembigiina aad ku dhex jirtid lagaama yeelaayo toobadkeen ma aha marka toobadu waa dembiga ood ka dhex baxdo qiso labaad oo cajiib ah nin la yidhaahdo abu mixjan muxamed ibnu sacad ibn abi waqaas baa qisadan wariyey wuxuu leeyahy waqtigii qaadisiya dagaalkii qaadisiya waa markii muslimiintu ay furus la dagaalamayeen qaadisiya haddaad maqashay waa dagaalkii furus ay ku jabeen ee dowladooda ku baabaaday sacad ibnu abi waqaas ayaa hogaaminayay sacad ibn abi waqaas waa rasuulka sala allahu alayi wasalam abtigii weeye waa banu zuhra waa abtiyaashii nebiga reer banu zuhra weeye sacad oo dhaawaca oo teendhadii ciidanka uu ka hogaaminayay ku jira yaa waxaa loo keenay nin la yidhahda abu mixjan oo khamra cabay oo khamradii mantagaya kaasuu tiirka ah lagu xiray tiir baa lagu xiray fii ninkan dembi buu sameeyey khamruu cabay dembi weyn waay buu cabay markaasuu la keenay tiir baa lagu xiray isagoo tiirkii ku xiran baa dagaalkii bilowday wuxuu arkay fardihii muslimiinta oo dagaalkii galay isagana tiir buu ku xiranyaa markaasuu calaacalay wuxuu yidhi ma iyadoo fardihii muslimiinta waran dhuunta laga gelinayo baan anigu tiir ugu xirahay khamre aan cabay buu yidhi fiiri yaan anigu ku xirahay buu yidhi markaasuu iska ooyey fiiri ninkan dembi buu galay laakiin iimaan buu lahaa iimaankii waa xanuujinaya markaasay waxay gabar uu qabay sacad xaaskiisa ahayd oo la jiray bintu xafsa ibnatu xafsa xafsa gabadhiisa yuu wuxuu yidhi gabadhay xariga iga fur iyadaa waardiyeynaysay haddii aan nabad galana ballan baan ahdi baan alla kaaga qaaday inaan soo noqdoon tiirkan isku xiro
هدي اللي يدله أو شهيدنا نبكي يجيبه ما إذن آفيه حار يجيبه كفرته هل كان سيفتها اللي انتو قاتي أو أرضي بفرس بلقاء اللي هذا البلقاء أو لها سعد بو انتو قاتي بودقال كي آلي سعد هو حاركي سعد مركوا ناوع ما بحكره دا ميل دا قد أما ميل ده عمل بو حكفيرين يا دجالك سوء صعده وهو أركي نين انتو دجالك سوء جلعي فرس وطا أو ماشو جلبة جالة انتو جبي بنينا يا مسلمين تين وحيلين ملك بايمد وملك وملك قف بين هذا واحد ما بصمين كربة ملك بيقوم عليهم سعد أو حيري نين كان أبو محجن وق يا فرس كان سيدي بلقاء أصبر بدن سيدي هذه قدر على ميسا إلا فرس كا تابران دجالك سوء جلعي حتى وعجيب وعي محي أهيم قبل يا مركب وحي تري وحيري أبو محجن وحريها فرس كنا وحريها وامحي وحان صور نين كان أبو محجن معها فرس كان صوب القامة سيتري وأسقيه أنا فري أساس ويري نين كي انتو قاردي تشبيهي أو عذرك كتلقي أو وحل لقي يابي أودي ومسلمين تقر قاري وماشو مربع أي كلب بناناتي قاردي كلا عرارين يا ديال كي مركب نماذا مسلمين تقوليستين ayuu intu soo noqday butiirki isku xiray wuxuu tiirka la ugu xiro tiirka markaa lagu xiray sacada wuxuu yiri nin maanta balaaye dhigay oo muslimiinta ilaahay ugu gargaaray ma jeedlayo asagina wuxuu yiri ahdi allah waxaan kula galay in aanan noloshayda dambi khamra cabin maanta ugu dambeysa khamra u cabo wuxuu noqday haliyay geesi ah oo kamida muslimiinta een dagaal yahaminta abu kamid noqday markii waan waxad fiirisan قصص كسوحان وقدن لها كو توبض وقلبك أكو قبتا لابو دنبك كستو أود قشي أما خمرها أهادو أما الزينها أهادو أما الربها أهادو إنت آن الله كل عقابين أو أوسكو قبنين أو آذن قارين إنو الله دبرك كجبيو الله الله وطوبت كين وطوبت كين كرتا سكستو او دنب او قشي ما متهيد قفل عنادن او الله نعي او انكارن او ارو نارا متهيد توبات كان سيدي ابو محجن او او اي او كلا او اي سيدي ماعيز او كلا او لابو ديب او لابو او توبات كان او اله او لابو توبات وحيلا ده هاي لو شرطي شدي كوباد وحوي توبات ايلا ده هاي نمبر وان دنب خلابو جوج صدح كش الله الله محاي قوتي سيدي ماعز وكله صدح قضب صدح قضب كوباد ودمك جوج قضب صدح وكش الله قضب كصدحاتنا قو أنصي إن هذا ولقا كنا قنينين دمك جس حتى كانوا عهدور في المستقبل كأذو ملك وحد قو أنصي تا قلب جاجا إن هذا ولقا كنا قنينين قضب كأفرادنا وحوي هدي حق بين آدم ولحريرو حق الجد وقف كلها أوجه هذه حق إلى الله حريرنا سواق الله وحي كاتجي يوحي كوب أقضي عبادة هاي وقال الله جربي سواق الله مرك حقوق ذرنا إسكجد قضب كأودا بيانا إلهي درتها كأهاتو وحدنا قالتا مسلمين تما أنت ما يشعي مريان وإسكر رعسيهين إن أي هلب كالضوفارك وحاران يهي لكن خبضة ويعنان وزينيستان محان كنا بين تواشيغان دادك واحانتان دادك واعايان لالوشك واقاتان واستلان ورهان دي خمرضو ساي حاران اتاهي بعد دنوب تواوين اوردن اي حارام اتاهي حتى قفك ورالكا انا الوحكا شيكتو وضع ايبايسو انا شيلين لالوش اقاذتو انا شيلين لالوش ابحسو انا قشو انا خبا قاذتو انا قائنا واردك عاصدو إن العبادة هي صلاة أضيع ضو أنت صورة ودروب وين كتوبة كان أنت عن هوا دامك رمانين إلهي الله أبو سي أذو النظيف ما ننت عيدة أذو فرح ضو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله.